وسط توقعات يغلب عليها التفاؤل، تنطلق أعمال الاجتماع المشترك بين الدول المنتجة للنفط من داخل منظمة أوبك ومن خارجها لبحث آليات تنفيذ اتفاق فيينا بالنسبة للدول غير الأعضاء في المنظمة، والخاص بتخفيض سقف إنتاجها بواقع 600 ألف برميل في اليوم. اجتماع هام غدوة إن شاء الله. هذا راح يتم إن شاء الله اتفاق اللي كان ما بين أعضاء أوبك لوباك، وهذا الاجتماع تاع مع البلدان الغارسه لوباك ان شاء الله راح يزيد الدعم الاتفاق نتاع فيينا في تاع 30 نوفمبر. وانا نقول ان شاء الله في هذا الاجتماع البلدان الاخرى راح يتم يتبعوا هذا، يدعمونا كثير ويزيدوا باش يكون ان شاء الله باش يكون استقرار السوق في وقت قصير ان شاء الله. اجتماع السبت الذي يأتي للمرة الأولى منذ عام 2002 سيركز فيه الوزراء على مدى التزام أوبك بقرار خفض إنتاجها ابتداء من يناير المقبل، وتفاعل الدول المنتجة من خارج أوبك بهذا القرار والتزامها بتعهداتها الخاصة بخفض الإنتاج. شركات النفط الروسية أبدت استعدادها لتنفيذ تعهداتها بخفض الإنتاج بنسبة 300 ألف برميل وفقاً لالتزام روسيا بالتعاون مع أوبك لخطة إعادة الأسعار بما يعود بالفائدة على جميع المنتجين. ومن المتوقع أن يتمخض عن الاجتماع إعلان مشترك من الدول المنتجة قد تساهم حسب العديد من المراقبين في إعادة التوازن إلى سوق النفط العالمية ودفع الأسعار إلى المستويات المرجوة. يعد الاجتماع المرتقب انطلاقة تاريخية تؤكد على وجود قناعة بين الدول المنتجة للنفط من داخل أوبك وخارجها لمواجهة تقلبات الأسعار وتأثيراتها على معدلات نمو الاقتصاد العالمي. نايف نوفل، الإخبارية، فيينا.